أعتقد بأن الفكرة رائعة جدا تحسب للمنظمين، أنا بحاجة إليها وأنت كذلك والطلبة الصاعدين أيضا بحاجة إليها. تبادل الآراء بين الإعلاميين والتجارب والخبرات شيء جميل جدا، ممكن احنا في وقتنا ما كانتش أشياء مثل هذه، ولكن أنا أتصور بأنه الأشياء اللي راح يخرج بها مثل هكذا ملتقى من فائدة عامة لكل الناس بما في ذلك للسلطات، أعتقد بأنها تحفز وتشجع على تنظيم ملتقيات مثل هذه في كل مرة.